مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم طبيب الأسرة. النهاردة هنتكلم عن موضوع جديد بيهم كل واحد وكل واحدة في المجتمع، بيهم الست بالذات، ما بتخلفش كتير، بتواجه مشاكل في الخلفة، كل ده وأكتر. النهاردة هنعرفه مع ضيف يضيفكم، الدكتور محمد حلمي فودة، أخصائي نساء وتوليد وعقم. هنعرف منه النهاردة عقمه وإيه هو أسبابه وأعراضه، كل ده مع ضيف النهاردة. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا شادي. أهلا وسهلا بك دكتور. عاوز أعرف إيه هو العقم؟ والله شادي، بص، موضوع العقم ده كلمة كبيرة جدا. احنا مش عايزين نوصل للناس مفهوم العقم ده أو كلمة العقم. احنا ممكن نقولها الأول تأخر في الإنجاب. تأخر في الإنجاب دوت إن واحدة اتجوزت وما حصلش إنجاب. طب لفترة قد إيه؟ احنا بنقول للست اللي لسه متجوزة حديثا وما حصلش إنجاب بتستنى سنة. اللي بيجيلي كتير جدا في العيادة: دكتور محمد، لو سمحت، انا متجوزه بقالي 3 شهور وما حصلش حمل. ما ينفعش 3 شهور، ده ما ينفعش. او تيجي لي بقالي 5 6 شهور، لا، احنا بنقول سنه على الاقل من الجواز. ده اول حاجه. تاني حاجه، طب لو واحده مخلفه قبل كده، يعني واحده خلفت وقعدت فتره ما حصلش حمل، بنقول لها تقعد سنتين على الاقل. سنتين عشان نقدر نقول ده حصل تاخر في الانجاب او تاخر في الحمل. انما كلمه عقم دي معناها ان واحده عندها مشكله ما مش هتقدر تخلف حتى لو اديناها علاج ايه. يعني واحده لا قدر الله استئصلنا لها الرحم، حصل استئصال للرحم، هل ينفع تخلف؟ لا يمكن. واحده حصل لها مشاكل في المبايض واورام وشلنا المبيضين، هل ينفع تخلف؟ لا يمكن. واحد حصلت له حادثه وشلنا له الخصيتين، او دكاتره الذكوره شالوا له الخصيتين، هل ده ينفع يخلف؟ لا يمكن. ده العقم. انما تاخر الحمل نفسه، دي الكلمه اللي احنا عايزين نوصلها للناس، وان ديت ليها علاج بإذن الله. طبعا ده كده تعريف تأخر الحمل. طيب هل المرأة اللي بتشعر باضطراب في الدورة الشهرية ده بيسبب لها عقم؟ مش كل اضطرابات الدورة الشهرية بتعمل عقم. هو طبعا من علامات التبويض كويس ان في ألم مع الدورة، ان في الدورة منتظمة. مش كل واحدة دورتها مش منتظمة هنقول ان عندها عقم، يعني ده حاجة محتاجة فحوصات اكتر عشان نقدر نقرر حاجة زي دي. طب يا دكتور، الاعراض اللي انا عاوز، يعني ازاي الواحده تعرف ان هي عندها اعراض العقم، او تعرف ان هي مريضه بمرض العقم؟ والله بص يا شادي، احنا عندنا دلوقتي العقم، اما واحده بتيجي والله يا دكتور انا بقالي سنه متجوزه وما خلفتش او ما حملتش، ده اول حاجه بنجيب الزوج والزوجه، لان احنا دلوقتي عندنا الحمل ده عشان يحصل محتاج ايه؟ محتاج راجل ومحتاج ست ويكون في ما بينهم علاقة. يبقى لو ما حصلش حمل هتبقى المشكلة فين؟ ليه تملي بنجيب المشكلة في الست؟ أكيد يا المشكلة في الست، يا المشكلة في الراجل، يا المشكلة في العلاقة. فاحنا بنجيب الست مبدئيا ناخد منها تاريخ مرضي، نسألها دورتك منتظمة ولا لا؟ هل بتشعري بألم أثناء الدورة؟ هل في وسط الدورة بيحصل تنقيط دم خفيف؟ دي بتحصل لكتير من البنات أو السيدات، ودي علامة كويسة على فكرة إن التبويض عندها كويس. هل بيحصل ألم في صدرها ولا لأ؟ الست اللي بيحصل لها الأعراض دي كويسة وواضح إن التبويض عندها كويس. الست اللي ما بيحصلهاش كده غالبا بنحتاج فحوصات أكتر علشان نشوف هل في مشكلة في التبويض ولا لأ. يبقى دي من أعراض العقم أو من أعراض تأخر الحمل، إن في مشكلة في الدورة الشهرية نفسها. في مشاكل تانية بقى كتير أو أعراض تانية كتير، زي مثلا مشاكل اثناء العلاقه، وجع اثناء العلاقه، الدوره اتكلمنا عليها ان هي مش منتظمه، تقل في البطن ده نتيجه اورام ليفيه او حاجه زي كده. عامه لما نيجي نتكلم على الاعراض، اعراض العقم دي واسعه جدا، وتلاقيها موجوده في ست عندها عقم وست ما عندهاش، يعني نفس الاعراض تلاقيها موجوده في ست مخلفه 5 6 مرات. فتملي ما بنعتمدش على الاعراض بس، بنعتمد على الاعراض مصاحبة ليها فحوصات وأشعاعات معينة بنعملها. ماشي يا دكتور. عاوزين نسأل حضرتك ايه الأسباب والعوامل اللي بتؤدي للعقم؟ بص يا شادي، أنا قلت لك دلوقتي العقم دوت علشان نقول إن في حالة تأخر حمل، في راجل وفي ست، يبقى عندنا في مشاكل مبدئيا في الراجل. ودي كلمة احنا بنقولها لجميع الستات: يا جماعة إما يحصل تأخر في الحمل أنت بتروحي تكشفي عند دكتور النساء، ما تروحيش لوحدك او تروحي واخد اختك وتروحي، لازم تروحي انت وزوجك. الزوج ده مهم جدا، لان احنا هنمشي معاكم انتوا الاثنين مع بعض. اول حاجه بنقول الزوج. الزوج ممكن يبقى عنده اسباب تؤدي لنا لتاخر الحمل. زوج مولود في مشكله، عيب خلقي في الخصيه. زوج مولود كان كويس وحصل التهاب في الغده النكافيه وحصل له مشكله بعد كده في الخصيه. زوج مولود عنده الانابيب نفسها، يعني الخصية سليمة وكل حاجة، ولكن الأنابيب اللي بتوصل الحيوانات المنوية لبره مسدودة،
مشاكل كتير جدا في الزوج، والحمد لله ان الزوج امره بسيط في تشخيصه، يعني بتحليل صغير خالص، تحليل سائل منوي بنعمله للزوج، نقدر نعرف هل الزوج دوت يقدر يدينا حيوانات منوية كويسة ولا لا. تاني حاجة الفحص للزوج نفسه. تقولي دكتور النساء يفحص الزوج؟ اقول لك اه يفحص الزوج، لان عندنا ممكن زوج يدينا حيوانات منوية كويسة ولكن عنده مشكلة، اي نعم قليل قوي ما بنشوفها، ولكن بنشوفها زوج عنده مشكلة فتحة القضيب نفسها مش في مكانها، متحركة من مكانها، جاية اعلى او اسفل القضيب، دي موجودة، ودي لو موجودة اه الزوج هيطلع لنا حيوانات منوية كويسة جدا، بس ما بيحصل لهاش ان هي بتنزل في المكان الصحيح اثناء العلاقة. يبقى ده موضوع الزوج. الزوجة هو اللي موالها طويل شوية. ليه؟ ان احنا لو جبنا الجهاز التناسلي عند المرأة، الجهاز التناسلي عند المرأة لو جينا خدناه بالترتيب من فوق لتحت، عندنا مبايض، عندنا انابيب، عندنا رحم، عندنا عنق رحم، عندنا مهبل. شايف كل الحاجات اللي انا قلتها دي لازم تبقى سليمة علشان يحصل حمل. من اول المبايض، المبايض ديت لو فيها خلل مش هيحصل حمل، الانابيب لو فيها خلل فيها انسداد مش هيحصل حمل، الرحم نفسه لو فيه خلل لو فيه اورام ليفيه الكلام ده كله مش هيحصل حمل. فاحنا لو جينا مسكنا الاسباب دي كلها، اول حاجه المبايض، المبايض دي وظيفتها ان هي تطلع لنا بويضه سليمه. البويضه السليمه ديت لازم عشان تطلع تبقى المبايض شغاله كويس. طب ايه اللي ما يخليش المبايض تشتغل كويس؟ في اسباب عامه واسباب بسيطه وسهل علاجها، بنسميها اسباب عامه. يعني واحده بتعمل دايت شديد جدا وبتعمل بتحاول تخس بطريقه عنيفه، واحده مش بقى بتعمل دايت، يعني هو ظروفها الاجتماعيه مخليه التغذيه بتاعتها مش كويسه، واحده بتعمل اكسرسايز او داخله الاولمبيات او داخل تلعب العاب عنيف. قويه عنيفه وبتتدرب بطريقه عنيفه، كل دوت يوقف لنا التبويض. مشاكل تانية، مشاكل في الغدة، الغدة الدرقية سواء بالزيادة أو بالنقصان، عشان كده لو واحدة جات لي بتقول لي يا دكتور بقى لي فترة ما بخلفش لازم أعمل لها تحاليل للغدة. مشاكل في الغدة النخامية، ودي مشهورة جدا، أورام البسيطة اللي في الغدة النخامية تعمل لنا مشاكل في التبويض وتوقف التبويض. مشاكل في الغدة الكظرية، مشاكل في المبيض نفسه، يعني احنا لما نيجي نعمل سونار للست ولاقي عندها أورام على المبيض أو أكياس على المبيض او تكيسات على المبيض، كل دوت يعمل لنا مشاكل في التبويض. وكل اللي انا اتكلمت عليه دوت في المبيض بس، احنا لسه عندنا بقيه الجهاز التناسلي زي بقيته اللي هو الانبوبه، الانابيب. الانابيب دي لازم تبقى شغاله كويس، يعني ما اجيش الاقي انبوبه مسدوده، عشان كده بنعمل للست منظار او اشعه بالصبغه، لازم الاقي الانابيب ديت سالكه كويس، لان الحيوانات المنويه تقدر توصل ازاي للبويضه الا عن طريق الانابيب. تالت حاجة عندنا الرحم، الرحم دوت لازم يبقى سليم، ما عنديش رحم. في واحدة تبقى مولودة بدون رحم، خلقة ربنا، واحدة مولودة برحم صغير جدا ما يقدرش يشيل حمل، واحدة عندها ورم ليفي عنيف في الرحم وواخد التجويف في الرحم كله، واحدة عندها التهابات عنيفة في الرحم نفسه، كل ديت أعراض أو أسباب في الرحم نفسه تعمل لنا كده. عنق الرحم لو جناله هنلاقي في بعض المشاكل زي الاورام اللي بتحصل في عنق الرحم، التهابات عنق الرحم ديت تعمل لنا مشاكل او تاخر في الحمل. واخيرا المهبل نفسه، في بعض الاورام في المهبل والالتهابات العنيفه اللي بتغير درجه حموضه المهبل اللي بتخلي لنا يحصل تاخر في الحمل. دي الاسباب باختصار، لان احنا لو جينا اتكلمنا على كل سبب عايزين حلقات وحلقات. طب يا دكتور انت حضرتك اتكلمت على الاسباب، التشخيص بقى لو جات لحضرتك واحده وزوجها كيف يتم التشخيص؟ تمام. انا زي ما قلت لك احنا مبدئيا الحاله بتيجي هي وجوزها، وبقول للست يا مدام لازم تجيبي جوزك معاكي حتى لو كانوا مخلفين قبل كده، لان دي مشكله بتحصل. احنا عندنا قلنا في تاخر حمل اولي وثانوي، اولي ده اللي هي واحده لسه متجوزه وما حصلش حمل ما معهمش اطفال، او واحده مخلفه من جوزها واحد او اتنين وعايزه تحمل تاني بقى لها سنه اتنين تلاته وما حصلش حمل، احنا بنقول بعد سنتين. فسواء كده او كده لازم جوزها يجي معاها، وببتدي بالاثنين مع بعض، ما ينفعش ابتدي بالزوجه واسيب الزوج او الزوجه واسيب الزوج، لا. بنطلب من التحليل، من الزوج تحليل سائل منوي، ده ليه شروط طبعا، ان قبلها بثلاث ايام على الاقل ما يبقاش في علاقه، ولو هو مدخن شره او بياخد عقاقير معينه او حاجه يحاول على قدر الامكان يوقفها قبلها، ونعمل تحليل السائل المنوي، وعن طريق تحليل السائل المنوي دوت نقدر نعرف هل الزوج كويس ولا لا. تحليل السائل المنوي يا جماعه بس في ملحوظه فيه، لان ديت خطا شائع عند ستات كتير. السائل المنوي دوت مش عدد بس، يعني مش عدد حيوانات منويه بس، لا
لازم الدكتور يشوفه، لان في بعض الناس تقول لك ده العدد ما شاء الله 20 مليون، ده 50 مليون. لا، العدد لوحده مش كفايه، العدد لازم اقرنه بالحركه. حركه الحيوانات المنويه لازم تبقى كويسه وليها نسب معينه، دي لازم نوصل لها، ودي الدكتور هو اللي بيحددها. ثانيا، بعمل فحص للزوج والزوجه. احنا عندنا كتير جدا حالات تبقى المشكله في العلاقه نفسها. يعني ايه في العلاقه نفسها؟ يعني الراجل كويس جدا والست كويسه جدا، بس العلاقه اللي ما بينهم فيها حاجه غلط. يعني على سبيل المثال، انا ما انساش حاله جات لي قبل كده، متجوزه بقالها سنه وما حصلش حمل، وجيت بفحص كانت تخينه مليانه جدا، والزوج للاسف كان تخين جدا. بفحص الست لقيتها ستيل فيرجن، يعني لقيتها لسه بنت مش ست، دوت في خلل في العلاقه نفسها. فدي من احد الاسباب اللي بتعمل لنا برضو عقم، فلازم نفحص الراجل والست. تاني حاجه او تالت حاجه، هفحص الست. معانا صورة يا دكتور بس هنشوفها وحضرتك تشرح لنا عليها. طبعا الصوره دي جميله قوي، دي جايبه لنا بقى الجهاز التناسلي للمراه. لو جينا في النص اهو، خدناها من تحت، ده المهبل، مرورا بفوق هنطلع لعنق الرحم، وبعد كده الرحم، بعد كده الحاجتين اللي جايين في الجنب زي الخراطيم دول، دولت الانابيب، وعندنا المبايض اللي هي في اخر الانابيب دي. دي الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها، وقلنا لازم كل حاجه من الحاجات دي تبقى سليمه، ودي اللي انا لسه كنت هتكلم عليها، اعمل لها فحص. كل حاجه من دول هيتعمل لهم فحص عشان نعرف هل الست دي سليمه ولا في مشكله عامله لنا تاخر الحمل. يعني احنا قلنا الزوج خلاص تحليل سائل منوي وفحص بالنسبه له هيعرفنا هو كويس ولا لا، انما الزوجه شايفين يا جماعه كل دوت هقعد افحصه. عشان كده بقول حرام يا جماعه نفحص، نقعد نفحص في الست ونعمل لها اشعاعات وتحاليل، وانا سايب الزوج، وانا سايب الزوج، يعني تبقى مشكله صغيره في الزوج وانا سايبه وعمال افحص الست. فالصوره دي جميله بتوضح لنا ده جهاز تناسلي سليم جدا ما فيهوش اي مشاكل، المفروض يبقى اي ست عندها جهاز تناسلي بالمنظر ده. طيب لو جينا كملنا كلامنا، ازاي اشخص تاخر الحمل او سبب تاخر الحمل؟ احنا عندنا المبايض ليها تحاليل معينه، في تحاليل معينه بتتعمل تاني يوم الدوره، وفي تحاليل معينه بتتعمل في اليوم ال21 للدوره. ستات كتير عارفه الموضوع لان دي اول حاجه بنطلبها. تاني حاجه، في حاجه اسمها متابعه تبويض. دي يعني التحاليل البسيطه خالص، انا هتكلم عليهم باختصار لان الموضوع ده كبير جدا. دي التحاليل اللي تبين لنا المبايض شغاله كويس ولا لا. هنيجي بعد كده للانابيب، الانابيب عايزين نعرف هي سليمه ولا مش سليمه. برضه باختصار شديد جدا هم حاجتين، عندنا الاشعه اللي بالصبغه دي بتبين لنا هل الانابيب سالكه سليمه ما فيهاش مشاكل ولا مش سالكه. الحاجه الثانيه ليها المنظار، ودي بنلجأ لها لو الاشعه اللي بالصبغه فيها مشكله او شايفين ان فيها مشكله، المنظار يقدر يحدد لي انا سالكه ولا لا. انا بس الصوره يا دكتور هنشوفها. ديت صوره جميله جدا، دي تختلف عن الصوره اللي فاتت، دي برضه جهاز تناسلي للمراه. عندنا المبيض اهوت على ايدينا اليمين ناحيه اليمين، في كيس كبير جدا، الكيس دوت يمنع لي التبويض. يعني انا دلوقتي عندي الكيس اللي على المبيض اليمين دوت يمنع لي التبويض، فانا لما هاجي هعمل للست سواء سونار او متابعه تبويض هلاقي كيس كبير حجمه اكتر من 5 او 6 سنتي يمنع لي التبويض. دي حاجه. تاني حاجه، لو لاحظت ان الكيس دوت ضاغط على الانبوبه اللي فوقيه، يعني احنا المبيض الشمال بص عامل ازاي بعيد عن الانبوبه، انما الكيس اللي على اليمين دوت ضاغط على الانبوبه اللي فوقيه، الضغطه ديت ممكن تعمل لي انسداد في الانبوبه. يبقى احنا عندنا واحده زي ديت لما نيجي نعالجها هنشيل لها الكيس، هنفك الضغطه اللي على الانبوبه ديت، الست ترجع سليمه ما فيهاش مشاكل. الصوره دي جميله جدا، بيبين لنا احد اسباب تاخر الحمل عند الستات. دكتور عاوزين بقى نسال حضرتك، العلاج بيبقى طويل المدى او قصير المدى؟ وهل العلاج بيبقى عن طريق الادويه ام العمليات الجراحيه؟ بص، احنا عندنا العلاج على حسب السبب. يعني الصوره زي اللي شفناها من شويه، في كيس على المبيض، السبب واضح جدا بتاخر الحمل عن طريق في كيس كبير على المبيض عامل لها المشكله دي، او واحده عملت لها سونار لقيت عندها ورم ليفي كبير واكل تجويف الرحم كله. حالات زي ديات هتبقى عمليات جراحيه. طب حاله انا بصيت عليها وعملت لها التحاليل ولقيت عندها ضعف تبويض نتيجه خلل في هرموناتها، يعني التبويض عندها ضعيف شويه، دي هتحتاج علاج عباره عن ادويه. وستات كتير للاسف بيروحوا عايزين ياخدوا ادويه على طول، يعني بيجوا للدكتور، دكتور ادينا منشطات. منشطات كويسه وكل حاجه، بس لازم الاول قبلها اتاكد ان الست مفيش مشكله تانية عندها. ما انا ممكن اديها منشطات وطلع لها 10 15 بويضه، بس عندها مشكله في الرحم، عندها مشكله في الانابيب، عندها مشكله في عنق الرحم. فنوعيه العلاج سواء عمليات او علاج بالادويه
تختلف على حسب السبب. تاني حاجة، هل هو علاج طويل المدى أو قصير؟ مواضيع في آخر الحمل يا جماعة ما فيهاش إحنا مستعجلين، لا، كل حاجة لازم تاخد وقتها. يعني أنت تلاحظ إن أنا بقول لك في تحاليل تاني يوم الدورة، وتحاليل في اليوم 21 للدورة. أدي شهر عاد، ممكن الشهر اللي بعده أطلب أشعة بالصبغة مثلا. أشعة بالصبغة بتتعمل بعد انتهاء الدورة في الأسبوع اللي بعد انتهاء الدورة. أدي شهر تاني عاد، الأسبوع اللي بعده لقينا الدنيا كويسة، نجرب منشطات معينة عن طريق أقراص بجرعة معينة، ما جابتش النتيجة. ادي شهر تالت عدى، وهنخش الشهر اللي بعده هنزود الجرعة. طب الشهر اللي بعده هدي حقن مع الاقراص. كل دوت وقت، فلازم بنفهم العيانة والعيان اول ما يجوا، يا جماعة الموضوع مش في يوم وليلة، لا، لازم عشان يتعمل صح ياخد وقته. بس فده بالنسبة لطويل شوية. طيب يا دكتور، عاوزين نسأل حضرتك سؤال كمان، اللي هو هل في تشابه ما بين العقم ما بين الرجل والمرأة؟ والله العقم عند الرجل والمرأة، احنا قلنا بس التشخيص عند الرجل بيبقى بالنسبة لدكتور النساء اسهل شوية، تحليل كويس خلاص، تحليل مش كويس خلاص، يبقى المشكلة في الرجل. طيب مشكلة الراجل بقى بتبقى فيها تشابه ما بينها وما بين المرأة. يعني عندنا الراجل ممكن يبقى مولود بعيب خلقي في الخصية، وعندنا الست ممكن تبقى مولودة بعيب خلقي سواء في المبيض او في الرحم او في عنق الرحم او عندنا الراجل ممكن يكون حصل التهاب ما في مرحلة من حياته، التهاب في الخصية، التهاب في الغدة النكافية عملت له مشكلة تأخر الحمل او عملت له مشكلة في الخصية. عندنا الست ممكن يكون حصل لها التهاب ما في الرحم في المبايض عملت لها المشكلة دي. عندنا ممكن اسباب بنسميها الكدمات او الصدمات او اصابة، راجل حصلت له اصابة في الخصية، غالبا بتبقى اصابة عادية يعني بيلعب كورة ماشي اتخبط اي حاجة من دي. الست غالبا عشان تحصل لها اصابة بتبقى اصابة جراحية، يعني داخلة تعمل زايدة، حصل اصابة، حصلت مشكلة، الدكتور عور مثلا انابيب، عور المبايض، دي المشاكل اللي بتحصل. ففي تشابه بين الاسباب ان جنرال، ولكن كل واحد طبعا ليه فروق ما بينها وما بين التانية. طيب يا دكتور، عاوزين نسأل حضرتك، هل في معتقدات خطأ عن العقم؟ طبعا يعني باختلاف، يعني احنا عندنا طبعا مستويات كتيرة في الشعب، سواء الطبقة اللي هي متعلمة جدا او الطبقة الاقل تعليما، للأسف في معتقدات مشتركة في الاثنين. يعني عندنا الطبقة المتعلمة جدا ممكن تيجي تقول لي يا دكتور انا اصلي خدت وسيلة منع حمل مثلا او اقراص منع حمل او حقن منع حمل ودي اللي عاملة لي عقم. جماعة الحاجات دي ما بتعملش عقم، الحاجات دي ممكن تعمل لنا تأخر في الإنجاب لفترة 6 شهور أو 9 شهور بكتير قوي، إنها ما تعملش عقم، يعني ما تسببش إن واحدة تقعد طول حياتها خلاص مش قادرة على الإنجاب. دي أحد المعتقدات الخطأ. في برضو يعني معتقدات خطأ إن تملي العيب من الست، ودي بتبقى في الطبقة الأقل تعليما، تيجي تكشف، جاي تكشف علشان عندي مشكلة. طب يا ستي ما ممكن جوزك يبقى عنده مشكلة، تقول لي لا أصل هو كويس، اصل هو كويس في العلاقة. العلاقة دي شيء، والكواليتي او الحيوانات المنوية الكويسة ده شيء تاني خالص، فلازم نبقى عارفين ان ممكن يبقى فيه مشكلة في الرجل. دي كلها معتقدات خطأ. يعني دكتور، متى تلجأ المرأة حديثة الزواج الى العلاج اذا كان في تقدم في العمر، يعني سنها كبير مثلا؟ بص، ده سؤال جميل قوي. عندنا دلوقتي بنت مثلا عندها 20 سنة لسه متجوزة حديثا، غير واحدة عندها 37 38 سنة لسه متجوزة. يعني احنا التعريف اللي احنا قلناه بتاع تأخر الحمل اللي هو سنة، واحدة متجوزة حديثا وما حصلش حمل لمدة سنة. بس بيني وبينك في الحياة العملية ما ينفعش التعريف ده اطبقه على الستات كلها. يعني واحدة عندها 37 38 سنة لسه متجوزة، مش اقول لها لا انت تقعدي سنة. ممكن الكلام ده اطبقه على واحدة عندها 20 سنة 25 سنة، انما طالما عدينا ال 30 وفي بعض الدكاترة يقول لك لا 35، لا، يعني 6 شهور وابتدي اشوف هل في مشكلة عندها او عند الزوج، بحيث ان احنا نلحق يعني لو عندها مشكلة في التبويض الحق اعمل لها تنشيط للتبويض، لو عندها مشكلة في الانابيب الحق اعمل لها حقن مجهري او اطفال انابيب، بحيث ان احنا مع تقدم العمر هيحصل مشاكل اخرى. يعني هي حتى لو سليمه دلوقتي او في مشكله بسيطه، انا لو سبتها
هيحصل مشاكل اخرى. فاحنا بنقول للست اللي هي او البنت اللي هي لسه متجوزه حديثا عندها 20 25 سنه، استني سنه براحتك خالص. ومجرد ان هي عدت ال 35 لا يفضل 6 شهور وتبتدي تستشير الدكتور، مش شهر. يعني انا بتجيلي حالات متجوزه بقالها 3 اسابيع وشهر تقول اصل ما حصلتش حمل الدوري ده، لا يعني سيبي نفسك 5 شهور 6 شهور وبعد كده نشوف. ما الذي يحدث يا دكتور مع تقدم العمر؟ كويس، تقدم العمر زي ما احنا قلنا حتى لسه قايلها ان المتقدمه في العمر دي ما تستناش السنه، تستنى 6 شهور بس. ليه؟ تقدم العمر دي في فرصه اكتر، لان مخزون البويضات احنا عندنا كل مبيض موجود بمخزون للبويضات، المخزون دوت مع الوقت بيخلص. معانا اتصال رضا من المنيا. انقطع الاتصال يا دكتور، مفيش معلش. زي ما بقول لك احنا عندنا تقدم العمر دوت هيعمل لنا استهلاك لمخزون البويضات عند الست، ده حاجه. مع تقدم العمر الست بيبقى فيه فرصه اكتر ان يحصل التهابات، سواء التهابات في الحوض او التهابات مهبليه من تحت، دي هتاثر لنا برضو على الفيرتيليتي او على الخصوبه بتاعت المراه. مع تقدم العمر برضو بيحصل اورام ليفيه، كل دي حاجات بتحصل لنا مع تقدم العمر. في اي سن يا دكتور يبقى الحمل خطر؟ بيبقى خطر على المراه؟ بص يعني المشكله اخر العشرينات اول الثلاثينات؟ لا لا، المشكله السؤال ده بيخوف الست بس. بس احنا بنقول يا جماعه فوق ال 35 بيبقى في خطر شويه، يعني حتى بنسميهم هاي ريسك. هاي ريسك دي يعني ذات خطوره عاليه. معانا اتصال بس استاذه اسيا. اهلا وسهلا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. الو، معاكي. لو سمحت ممكن اسال الدكتور على سؤال؟ اتفضلي اسالي يا حضرتك. لو سمحت يا دكتور، انا متجوزه بقالي 3 سنين ولغايه دلوقتي ما حصلش حمل. رحت لدكاتره كتير كلهم بيدوني منشطات وللاسف ما فيش اي حاجه بتحصل لغايه دلوقتي. طيب الدكتور هيرد على حضرتك دلوقتي حالا. احنا بنشكر حضرتك. بس يعني عملت اشعاعات، عملت منظار، عملت اي حاجه ولا ما عملتيش اي حاجه من الحاجات دي؟ هي قفلت. بصي يا مدام اسيا، طبعا 3 سنين احنا ما عرفناش برضو سنها والكلام ده، بس 3 سنين دي حاله تاخر حمل، سواء عندها 20 سنه او 35 سنه دي حاله تاخر حمل. في الحاله دي زي ما بقول لك احنا لازم تروحي تكشفي انت وزوجك، يعني الزوج والزوجه هيروحوا يكشفوا، ولازم الزوج يكون اتعمل له تحليل سائل منوي. يعني انت بتقولي انا بقالي 3 سنين وما حصلش حمل وانا ما بخلفش، لا ما نقولش كده، نقول 3 سنين وما حصلش حمل ومش عارفين لسه العيب هل من الزوج ولا من الزوجه، دي اول حاجه. تاني حاجه، زي ما الزوج هيتعمل له فحص انت هيتعمل لك فحص وهيتعمل لك تحاليل معينه علشان نشوف تبويض كويس، انابيب كويسه، رحم كويس، عنق رحم كويس، مهبل كويس. فدي الخطوات اللي احنا بنعملها، يعني لازم ناخد الموضوع ستيب باي ستيب، خطوه بخطوه، علشان نقدر نحدد السبب. 3 سنين دي فترة طبعا يعني بالنسبة لنا كبيرة، فلازم لا نمشي ستيب باي ستيب، لكن ما ينفعش اخد منشطات. تاني حاجة، المنشطات لما بتتاخد امبيريكالي كده يعني المفروض 3 4 شهور، ولو ما حصلش حمل ابتدي اشوف ليه ما حصلش حمل، اخش في خطوة تانية اشوف اعمل منظار هل في مشكلة ولا لا، لكن ما ينفعش افضل اخد منشطات وما حصلش حمل وسايبة نفسي بس. دكتور، هل حبوب منع الحمل تسبب العقم؟ والله دي حتى من الكلام اللي احنا سائلينه المعتقدات الخاطئه. لا يعني هي حبوب منع الحمل ما بتعملش عقم، والدليل على كده ان ممكن واحده تبقى بتاخد حبوب منع الحمل وتحمل عليها، او واحده تبقى بتاخد حبوب منع الحمل ونسيتها يوم وتحمل عليها. ولكن موجوده علميا ان حبوب منع الحمل ممكن بعد ما وقفها تعمل لنا خلل في الدوره لمده 6 شهور او 9 شهور بالكتير قوي، وتعمل لنا تاخر في الحمل لمده 6 شهور بعد ما وقف الحبوب. ولكن ان هي تعمل لنا عقم يعني ما يحصلش حمل بسبب الحبوب منع الحمل، لا مش مظبوط. دكتور، عاوزين نسال حضرتك، المراه الحامل يعني دلوقتي المراه انت اني الطفل دلوقتي، احنا بنسمع معتقدات ان الطفل دلوقتي اللي بيجي عن طريق طفل الانابيب بيبقى عمره اقل من الطفل العادي، وهل العمليات الطفل الانابيب بتبقى بالنسبه للي عندها عقم بتقدر تعملها احسن وتقدر تخلف برضه عن طريق طفل الانابيب؟ والله بص احنا عندنا دلوقتي انت بتقول طفل الانابيب هل يختلف في عمره او كده، علميا مفيش دراسات اتعملت لغايه دلوقتي. يعني المفروض نجيب دراسه او نعمل دراسه، نجيب 1000 طفل مثلا اتولدوا عن طريق او حصل حمل فيهم عن طريق اطفال الانابيب او الحقن المجهري،
ونشوف اعمارهم وصلت لحد فين لحد ما توفوا، ونشوف اتوفوا في سن كام، ونجيب 1000 طفل حملوا يعني حصل حمل بالطريقه العاديه، ونشوف اعمارهم وصلت لكام، ونقارن ده بده. يعني الدراسه دي لسه لغايه دلوقتي ما اتعملتش، لان طبعا دراسه طويله جدا ومحتاجه مجهود وكده، ولكن انا هكلمك بالبلدي من خلال خبرتنا. معاك اتصال؟ اهلا ورحمه من المنوفيه، اهلا وسهلا بيك. الو الو الو، اهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضلي. انا كنت عامله كيزون عمودي نفس الحاله اللي كنت بشرح حضرتك فيها دلوقتي، وبعد العمليه دي عملت اشعه صبغه في انبوبه تقريبا متشاله خالص، والانبوبه الثانيه الصبغه مشيت فيها لحد الاخر وقفت في اخرها. بس انا كنت عامله الصبغه دي قبل العمليه كانت سليمه ما كانش فيها اي حاجه. فالانسداد ده طبعا ناتج عن طريق العمليه لان كنت عاملاها جراحه تقليديه. تمام. فانا مش عارفه بقى الحل ايه، يعني عندك ان انا اعمل حقن او استنى ممكن يكون في علاج ولا حاجه ولا ايه؟ تمام. عندك سؤال يا دكتور؟ معلش يا مدام ام رحمه، انت عندك كام سنه؟ عندي 26 سنه. وعندك اولاد ولا مفيش اولاد؟ يعني عندي حملت مره من 5 سنين مره واحده بس. حملتي والحمل كمل وولدتي ولا مفيش اولاد؟ كان طبيعي جدا ما كانش فيه اي حاجه. يعني معاكي بيبي؟ انا قصدي كده. معايا معايا رحمه 5 سنين. كويس قوي كويس قوي، مفيش مشاكل. احنا بنشكر حضرتك والدكتور يعني عبدالله. الحمد لله. يعني هي المشكله كلها حصلت بعد العمليه. تمام. لان انا كنت قبل العمليه عامله الصبغه ما كانش فيها اي حاجه. تمام. فبعد العمليه عملت الصبغه تاني بان ان في انسداد في انبوبه، والتانيه يعني يعتبر ملهاش وجود خالص على حسب كلام الدكتور يعني. تمام تمام، وصلني سؤالك. احنا بنشكر حضرتك جدا يا ام رحمه. حالة زي ديت كنا لسه بنتكلم عليها، ان حصل اصابة عن طريق عملية. كنت لسه بقول لك الرجالة غالبا ممكن تحصل لهم اصابة وهو ماشي في الشارع، لان الاعضاء التناسلية للراجل بره الجسم، انما الست اعضاء التناسلية جوه الجسم. فحصل اصابة اثناء العملية، او غالبا ده اللي حصل. انا معرفش طبعا ايه اللي حصل في العملية، بس من كلام ام رحمة بتقول ان هي عملت اشعة بالصبغة قبل العملية، وكانوا الاتنين انابيب شغالين، ودخلت تشيل كيس من على المبيض. يعني احنا بنحاول في العمليات ديت على قدر الامكان نحافظ على الانبوبه، بحيث ان احنا حتى لو شلنا الكيس دوت الدنيا ترجع سليمه. حصل اصابه للانبوبه، مش شرط اصابه، يعني مش شرط الدكتور اللي عمل لك العمليه يكون عمل اصابه في الانبوبه او ربطها او اتقفلت، لا. بعد العمليات بيحصل نوع من انواع الالتصاقات، بيحصل نوع من انواع الالتهابات ممكن تقفل لنا الانبوبه ديت. فالانبوبه دي اتقفلت لسبب ما بسبب العمليه، مش شرط يكون بسبب الدكتور، ولكن اللي حصل حصل. احنا دلوقتي عندنا انبوبه شغاله، والمفروض ان في مبيض على الاقل شغال. انا ما اعرفش اللي حصل في المبيض التاني ايه، اللي هو المبيض اللي اتعمل فيه العمليه، بس على الاقل في مبيض شغال. الست دي فرصتها في الحمل كويسه وتقدر تحمل، مفيش مشاكل. ولو حصل تاخر في الحمل تتابع برضو الموضوع، لان هنعمل فحوصات على المبيض وهكذا. طيب دكتور، عاوزين نسال سؤال اخير وحضرتك يعني تلخص لنا منه. تجريد، عمليه تجريد البطن بتؤدي لتاثير الحمل، بتمنع الحمل مستقبلا؟ انت تقصد تجريد البطن اللي هي عمليات الاجهاض، او ان واحده بتسقط؟ عاوزين ملخص من حضرتك بالنسبه للحلقه. تمام. بص، عمليه الاجهاض او تفريغ قصدك اللي هي للرحم، اما بتتعمل بصوره اجريسيف شويه او بصوره عنيفه، ان احنا بنخش بننزل محتويات الرحم وبنكحت الرحم تماما. الكحته بتاعه الرحم دي لازم تتم بصوره جنتل، بنقول حتى كده جنتل، يعني ما نوقعش بطانه الرحم كلها، بننزل الحمل وبنوقع بطانه خفيفه الطبقه السطحيه لبطانه الرحم. انما لو اتعملت بطريقه عنيفه دي بتؤدي لنا لالتصاقات داخل الرحم نفسه، والالتصاقات دي بنقسمها بعد كده التصاقات بسيطه والتصاقات عنيفه، وغالبا الالتصاقات العنيفه ما يعني غالبا علاجها صعب. دي حاجه. فعشان كده فعلا عمليات تفريغ او الكحت بتاعه الرحم ممكن تاثر فعلا على الحمل اللي بعد كده، ولازم تعمل بطريقه معينه. ملخص الحلقه، يعني انا لو قدرت اطلع من الحلقه ديت برساله اوصلها للستات، ان يا جماعه العقم ده كلمه كبيره. احنا عندنا ممكن نقول تاخر للحمل لحد ما نشوف ايه السبب، دي حاجه. يا جماعه تاخر حمل دوت ممكن سببه راجل او ست، ما ينفعش اقول ست فقط. يعني دي انا نفسي اوصل الرساله دي، حتى لو الراجل، يعني الستات كتير تيجي تقول لي اصل جوزي مخلف من مراته التانيه، حتى لو كده ما هو مخلف زمان،
ايش حصل دلوقتي، ايه اللي حصل، ما ممكن دلوقتي يكون في مشكله او حاجه. فدي الرساله اللي انا نفسي اوصلها للستات، ولو طلعنا من الحلقه بالموضوع دوت يبقى انا وصلت رساله كويسه. احنا بنشكر جدا حضرتك يا دكتور، وبنشكر الجمهور، وبنشكر المعدين وفريق اعداد قناه الصحه والجمال. شكرا يا فندم. شكرا شكرا. شكرا. السلام عليكم.